طيب نروح بقى للفيديو الثاني اللي معانا، وتداوله برضو مستخدمين موقع التواصل الاجتماعي فيديو لكلب. الحقيقه الكلب ده بيتسبب في ان الطفل يعني بيدخل في نوبه ضحك هستيريه. بيظهر طبعا في الفيديو مامة الطفل وهي بتقوم بانها بتحذف الاكل في الهواء عشان الكلب يقدر انه ياكلها زي ما احنا شايفين دلوقتي، والطفل بيضحك بشكل هستيري. خلونا نشوف الفيديو. جميل، طفل جميل. ويعني انا بحبش الكلاب ولا الحيوانات، انا ضد الحيوانات والحاجات دي، بس لما بشوفها من بعيد والله ببقى مبسوطه جدا. بس والطفل بصي واخد على الكلب وبتاع. طبعا انا عايزه اقول لك ان احلى حاجه في الدنيا ان انت تبداي تخلي الطفل ياخد على الكلب وهو ايه صغير خالص، عشان يطلع بيحبه واخد عليه، وبعدين هو عمال يعمل له فاصل كوميدي في الاكل.